بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. اتفضل اسال لو سمحت يا دكتور. يعود سابونا أستاذ أنستي، انا سوس انستا. ولو سمحت لي سؤال بخصوص أسبوع البصخة. السؤال في الحقيقة هو بخصوص لحن الغلغوسة، لحن عميق جدا، يعني أصله إيه يا أتسابونا؟ وشكرا. اسمه قانون الدفن أو قانون الدفنة، والحقيقة هو مش قانون واحد، هو مجموعة قوانين استقرت على ما هي عليه حاليا. هقول لك أنواع قوانين الدفن وما استقر الآن في الكنيسة القبطية. قانون الدفن الأول ده بدايته هيتين بكستافروس، أي بصليبك المكرم، وده بيذكره القس أبو البركات ابن كبر طبقا لمخطوط أبسالة. احنا عارفين إن كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة اللي عمله القس أبو البركات ابن كبر، النسخة القديمة المحفوظة حاليا لدينا هي برقم 203 عربي في المكتبة الأهلية في باريس، ودي تعود للقرن الرابع عشر الميلادي. ولكن في 8 ورقات من هذا المخطوط ضائعة مفقودة، فإحنا بنقدر نتعرف على هذه الورقات المفقودة من المخطوط التالي لهذا الكتاب في الأقدمية، واسمه مخطوط أبسالة، محفوظ في جامعة أبسالة السويد يعني، وده يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي. فإحنا للأسف ما احناش قادرين نحدد ابن كبر في القرن الرابع عشر الميلادي كان بيذكر ايه فيما يختص بقانون الدفن، لان ده من ضمن الورقات المفقودة في مخطوط باريس زي ما قلت دلوقتي. وانما طبقا لمخطوط أبسالة، اول قانون دفن بيبدأ بعبارة هيتين بكستافروس بصليبك المكرم، ويؤيد هذا القانون مخطوط دلال كنيسة العذراء حارة الروم، وده بيعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وأيضا مخطوط في كنيسة العذراء المعلقة من القرن السادس عشر الميلادي. ده من جهة قانون الدفن الأول اللي هأورد نصه بعد قليل. قانون الدفن الثاني بدايته سمروك على الصليب، وهو أيضا اللي بيذكره ابن كبر طبقا لمخطوط أبسالة. قانون الدفن الثالث بيبدأ بعبارة أتى الصديقان يوسف ونقوديموس وأخذ جسد المسيح وجعل عليه طيبا وكفناه ووضعاه في قبر وسبحاه إلى آخره. ويشرح مخطوط في كنيسة العذراء المعلقة من القرن السادس عشر الميلادي طقس الدفنة، فيقول ينزلون من فوق الأنبل ويدخلون إلى الخورس ويطلعون إلى الهيكل ويدورون 3 دورات، ثم يخرجون إلى باب الإسكنة ويقرؤون قدام الأيقونات قانون عشية الجمعة، وهو هذا. وبيورد قانون عشية الجمعة بدايته عظيمة
هي قوة الصليب. وقانون آخر: يا رب يا رب يا رب، إن كنت أعطيتنا صليبك سلاحا قبالة إبليس، إلى آخره. وفي نهاية هذه القوانين المذكورة بيورد مخطوط في دلال كنيسة أنبا شنودة، يعود للقرن الخمستاشر، يقول أن كنيسة المعلقة يختصر جميع ما كتب أولا ويقرأ من بداية الربع أف إي إنجاني دي كي أوس يوسف نمني كوديموس، أي جاء الصديقان يوسف ونيقوديموس، إلى آخره. هو القانون اللي بتورده مخطوطات ترتيب البيعة مع مخطوطات الدلالات الأخرى. في قانون دفن رابع اللي بدايته الجلجلة بالعبرانية والإقرانيون باليونانية: الموضع الذي صلبت فيه يا رب، إلى آخره. نص هذا القانون مأخوذ عن كنيسة العذراء حارة زويلة بمصر القديمة. وبنلاقي في مخطوط موجود في كنيسة العذراء المعلقة، يعود القرن الستاشر اللي احنا ذكرناه من شوية، يذكر عنوان قانون آخر ويريد بالقبطية والعربية، بدايته الجلجلة بالعبرانية والإقرانيون باليونانية، إلى آخره. بيقول: يرتل الشمامسة هذا القانون بطريقته. وفي نهايته بيورد المخطوط نص القانون الثالث اللي احنا ذكرناه من شوية، اللي هو بدايته أتى الصديقان يوسف ونيقوديموس، إلى آخره. ولكن بيقول عبارة هي: أما بيعة المعلقة ما يستعمل إلا هذا الربع، الربع اللي هو أتى الصديقان يوسف ونيقوديموس. كل الكلام اللي فات ده هو أن ما نرتله اليوم في قانون الدفن في كنائسنا القبطية هما قانونان معا وردا في المخطوطات. نصف الأول مأخوذ عن كنيسة العذراء بحارة زويلة بمصر القديمة، اللي بدايته الجلجلة بالعبرانية والإقرانيون باليونانية، وهو ما يذكر مخطوط ترتيب البيعة رقم طقس 118 بالدار البطريركية بالقاهرة، وده بيعود تاريخ نسخته إلى سنة 1911 ميلادية. ونصف الآخر بيبدأ بعبارة: أتى الصديقان يوسف ونيقوديموس، كان هو القانون الذي شاع بين الكنائس ولا سيما كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة بعد اندثار القانونين القديمين اللذين وردا عند ابن كبر. الأول بدايته بصليبك المكرم، الثاني بدايته سمروك على الصليب، يعني ما ذكروا ابن كبر من قوانين الدفن هي قوانين قديمة اندثرت، وما نرتله حاليا هي قوانين رتلتها كنيسة العذراء حارة زويلة. والنص الثاني من القانون رتله كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة.
وجدير بالذكر هنا أن هذا القانون القديم اللي هو بصليبك المكرم كان هو القانون الذي يقال على مدار السنة الليتورجية في نهاية قداسات يوم الجمعة من كل أسبوع. يعني لما يكون في قداس بيتصلى يوم الجمعة، نهاية صلوات القداس بيتقال قانون بدايته بصليبك المكرم، وده ضمن قوانين كثيرة كانت بتقال على مدار السنة الليتورجية والأعياد السيدية. القانون اللي بدايته بصليبك المكرم هقول لك النص بتاعه طبعا بالعربي، ولكن هو له ترجمة قبطي: بصليبك المكرم أيها المسيح خزي الشيطان، وبقيامتك شوكة الموت كسرتها، وخلصتنا من أبواب الجحيم، فنمجدك أيها الوحيد. المجد للآب والابن والروح القدس. ملك الرب على الأمم أيها الشعوب تهللوا، لأن من الطاهرة العذراء ظهرت في العالم، والحياة الدائمة أعطيتها للناس، وكل ضلالة الشيطان محوتها من الأرض، لتفرح السماوات ولتتهلل الأرض وكل ما فيها، لأن سيد الكل هو أيضا نزل إلى أسافل الأرض كما أحب، وإذ له الغلبة قام وقابل الموت الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. مخوف ومملوء مجدا هذا السر العظيم، لأن الذي لا يسعه مكان قبلته بطنك. أمه من بعد ما ولدته بقيت عذراء، لأن الله الذي تأنس قد تجسد منها. فنسبح ونرتل له قائلين: قدوس أنت يا رب الذي جئت وخلصت نفوسنا. أما ما يختص بتعقيبي على قانون الدفن الثالث اللي ذكرناه دلوقتي، اللي هو أتى الصديقان يوسف ونيقوديموس وأخذ جسد المسيح وجعل عليه طيبا وكفناه ووضعاه في قبر وسبحاه قائلين: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. ونحن أيضا نسجد له صارخين قائلين: ارحمنا يا الله مخلصنا، يا من صلبت على الصليب وسحقت الشيطان تحت أقدامنا، خلصنا وارحمنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. باركوا علي هالميطانيا، اغفروا لي كل البركة. الكلام هنا بيتركز على تسبيحة التقديسات الثلاثة اللي وردت في هذا القانون، وذكرت من شوية أن ابن كبر لم يكن يعرف هذا القانون، إلا أنه كان يعرف جيدا كلا من نيقوديموس ويوسف الرامي. اختصار الكلام أن القانون الدفن الذي يقال حاليا في الكنيسة القبطية هو قانون متاخد من كنيستين من كنائس مصر القديمة. نص الأولاني من كنيسة العذراء حارة زويلة، ونص الثاني من كنيسة العذراء المعلقة، ضمناهم على بعض وبقوا قانون واحد.
القانون اللي احنا بنرتله حاليا لم يكن يعرفه القس أبو البركات ابن كبر، لأنه بيذكر قانونين آخرين في زمانه. شكرا وتسبونا.